أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. كشف رئيس مجلس إدارة واحة بي تك الصناعية أسامة الخاجة للنشرة الاقتصادية عن تلقي 9 طلبات لشركة أجنبية تعتزم الاستثمار في الواحة في مجال البتروكيماويات والألمنيوم، لافتا إلى أن تلك الشركات ما زالت في مراحل الحصول على التراخيص الصناعية. وأوضح الخاجة أن واحة بي تك الصناعية وصلت إلى نسبة إشغال تبلغ 80%، وهي بصدد توسعة رقعة مساحتها لتوفير المزيد من الوحدات الصناعية الجاهزة للشركات الراغبة بالاستثمار في مدينة سلمان الصناعية. فكرتها أن هي توفر وحدات صناعية ذات جودة ومواصفات عالمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والصناعات في مدينة سلمان الصناعية. فبدل ما مثلا صاحب المصنع ويبحث عن ارض وعن ويقوم بعدين بعمل الرسومات وتعيين المقاول، وهذه العمليه ممكن تاخذ 2 أو 3 أو حتى 4 سنوات، احنا نوفر الوحدات الصناعيه جاهزه